نرحب مباشرة بدكتور أنور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. كيف أحوالكم؟ مية مية والله. الشال جميلة. بوجودكم إن شاء الله. لما نقول فطرة يا دكتور أنور يعني كثير من الناس بيلتبس عليهم يعني. بعدك الفطرة السليمة وبين فطرة والحاجة دي عبارات بنسمعها كثير. قال لكن تعريفة بيحتاج إلى تصوير. يعني شنو فطرة يا دكتور؟ والله يا أخي سؤال عزيز جدا جدا. حقيقة أنا شخصيا كل يوم بحارب عشان أعود لفطرتي. كل يوم أنا في صراع مع طبعي عشان أعود لفطرتي. الآن نحن كل يوم بيشرق علينا أو يوم بيمسي علينا بيقول أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكأنه دي دعوة للعودة للفطرة. الطبع والفطرة في صراع دائم. الفطرة هي نداء الروح، والطبع نداء الجسد. الفطرة ربنا سبحانه وتعالى شوف لما أقسم 11 قسم قال والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الفطرة هي نداء غريزي تلقائي نحو الشيء الذي يحبه الله ويرتضيه. لما يقول لك الإنسان على فطرته معنى عنده ميول طبيعي جدا جدا لكل شيء يرضى الله. شوف رب سبحانه وتعالى لما وضع علينا التكاليف، هذه التكاليف تتوافق تماما مع الفطرة. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وزعها، ولو شاء الله لأعنتكم. فربنا جاب التكاليف تتوافق مع الفطرة. بيبقى بعد ذاك في صراع بين الطبع وبين الفطرة. الطبع عايز العاجلة، عايز حب المال، عايز يعني يعمل فجور. يعني مش ربنا قال بل يريد الإنسان ليفجر أمامه؟ طبيعة الإنسان طبعه عايز يفجر، والفطرة بتقول له لا، أنت الآن هذه الشهوات سواء كان شهوة حب المال، حب الجاه، حب النساء، حب الولد، هذه غريزة فطرية موجودة فيك وعندها منافذ. هذه المنافذ والمتنفسات أوضعها الله داخلك وهي حيادية، إن وجهتها للخير يعني تنمي خيرا، وإن وجهتها للشر معنى تثمر شرا. فلذلك فألهمها فجورها وتغواها. الفطرة شعور بأنه الشيء ده حتى لو ما في دين، لو ما في قرآن، شعور أنه الشيء ده غلط. الشيء ده شنو؟ غلط بالفطرة. وأنا ما أعمله بالفطرة، وشعور أنه الشيء ده صح حتى لو كان ما متعلم. والدليل على كده أهلنا الكبار، نعم، حبوباتنا وأجدادنا، نعم، بيعرفوا الصح من الغلط. صحيح. ولا عندهم علم شرعي يعني، نعم، بيعرفوا أنه الحاجة دي ما مفترض. دي هي فطرة قبل أن يصيبها الخدش والخرب. نعم. يعني فطرة مرات في عوامل خارجية بتؤثر في خدش وخرب هذه الفطرة. بيعلم قيمتها الحلال وبين، يعني ممكن تتضح لك الحياة من خلال الحلال وبين والحرام. الأقرب أكثر من هذا الحديث ما شاء الله، الإثم ما حاك في النفس. حاجة شيء ده غلط، شيء ده ما ياهو غلط. الإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. أنت الآن عملت خطأ معين، ما في حد شافك خالص، ولكن أنت متألم. هذه نداء الفطرة ومحاسبة الفطرة. انت عملت شيء صح، شيء برضى ربنا، شيء ادخل تبوس روح على شخص معين بتلقائيه، نعم، بعفويه، بالفطره، نعم، حتلقى راحه نفسيه. نعم. حيحصل لك حاجه اسمها الاتزان النفسي. نعم. انسان متزن نفسيا. نعم صحيح. نعم. طيب الانطباع هو من طبع على الانسان من عادات، ولا ممكن يكون تعريف ازيد عليه شنو؟ طيب انا بكده تكلمت عن انه حتى الطبع بالترويض اصلا هي النفسي، ما زي الفرس الجامح. والفرس الجامح حسي الكوبويز في امريكا يقول لك الفرس جامح بيخش لي ترويض، يروضوه وبعدين يودوه في حقول لحد ما بقى طيع. كذلك احنا ذكرنا قاعده، انا ما عايز القواعد السلبيه تترسخ في عقول الكثير من الناس. لما قلنا احنا حكايه الطبع يعني يقول يغلب التطبع، قلنا لا، الطبع ينسف بالتطبع. النفس يعني اسي ما هي ثمار تناقض الطبع مع الفطره؟ الثمرة شو؟ لما الطبع يتناقض مع الفطرة الثمن هو الجنة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى اللي هو الطبع،
هنا شنو؟ طب ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي شنو؟ المأوى. لذلك في أشياء معينة في ناس بيعتذروا بالجينات، يقول لك والله يزول مرض دوريات عنده، مرض الحماقة. نعم معك؟ صحيح. والله مرض الحسد عنده ظاهر، والله انفعالات دي لا. أنا قبل كده قعدت مع دكتورة اسمها دكتورة إحلام، ما شاء الله هي حضرة دكتورة في فرنسا في علم النفس، وأنا بحياها من هنا، وتناقشت معها في الموضوع ده. قلت لي الصفات الوراثية لا تنتقل للأبناء إلا بنسبة 5%، 95% الباقي اكتساب، سبحان ترويض الله. للنفس، عشان ما ناس يعتذروا لك ويقول لك إحنا والله جنسنا كده وقبيلتنا أصيلة كده وعائلتنا كلها كده، لا ده يعني شماعة ومسوق ومبرر الواحد بيضع عليه أخطاءه. نعم. يعني كويس إنه نتكلم عن أطفال، يعني الأطفال ديل هم بيولدوا 5% بس هم ضد الحاجة الوراثية، لهم ارتباط 5% ارتباط وراثي متواترة، قاعدة متواترة، ما تجربة يروح على نفر ولا نفرين. لا على 500 على 1000 نفر. هناك الجماعة ما شاء الله مجتهدين، رغم أنهم أهل لهذا الاجتهاد أكثر منهم، ولكن اجتهدوا وبالتواتر وبالخبرات وبالتجارب الكثيرة طلعوا للنتيجة دي. طيب طيب إذا في زوجين، في الزوج عامل الروح والفطرة عنده أعلى وأعمق، وزوجة تانية عامل الطبع عندها أزيد وأوفر، كيف يتم تقريب المسافة ما بين الطرفين؟ أول حاجة في ثوابت في القرآن الكريم، الثوابت دي إحنا لازم نعتقد بها نجزم بها. يعني مثلا أبو بكر، شيخ أبو بكر وأخونا محمد، إذا هو لقى الناس ما بتحبه هو يتهم نفسه طوالي، لأنه المؤمن يحب رغم أنف كل إنسان. يقول لك إن للحسنة نورا في الوجه وضياء في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. الليلة أقول لك زوج وزوجة، وربنا يقول أنا جعلتك وجعل بينهم مودة ورحمة، وما يكون في مودة ورحمة، المنهج منهج الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله إنه في مودة ورحمة بين كنو في زوج وزوجة. قام ما حصل التوافق، المرأة طبع حاد، الرجل متحالم أو حليم، المرأة حليمة، الرجل طبع حاد، مزاجي متقلب، موده مرة عالي ومرة واطي، ما عنده استابيليتي أو استقرار دائم. فنحن بنقول يا جماعة أساسا أي رجل يقدم على زوج امرأة لازم يكون عنده من الشفافية ويكون عنده من الذكاء الاستغرابية الشخصية، هل في قواسم مشتركة بيناتهم عشان يحصل توافق، عشان عنصر. شوف هي البذرة حقت المودة والرحمة، أنا المستشار النفسي طارق الحبيب سمعت له ما شاء الله مقولة بيقول البذرة حقت المودة والرحمة هي موجودة، لكن تحتاج لسقيا من الزوج والزوجة. إن لم يتعهدها الزوجان بالسقيا هذه البذرة ربما تم مكانها أشواك وتوخز الزوج والزوجة فيحصل التناحر ويحصل الطلاق الصامت والطلاق العاصف والطلاق الأسود، هذه المسميات. لذلك إحنا لما نقول نداء بالعودة إلى الفطرة يا زوج ويا زوجة، النكات السلبية المتداولة بأن الزوجة نكادية والزوج متسلط، هذه عملت تصفات في أذهاننا وفي عقلنا اللاوعي، إنه الحياة الزوجية حياة مليئة بالنكد وبعدين خروج عن الفطرة. رب يقول وجعل، طيب ما في ليه؟ القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، الذي خلق فسوى، الذي قدر فهدى، الذي خلق وملك ما خلق وترك، فكيف لك الآن أن تقول هذا العنصر غير متواجد؟ نعم. الله يديك العافية يا دكتور. تمام. توجيهها، لما تكلم عن توجيه المشاعر الفطرية دائرة مهارة كده. دائرة مهارات كبيرة يا شيخ نور. نحن محتاجين نتعرف كيف نحن نوجهها، ونبدأ من الطفولة، يعني كيف نحن نوجه مشاعر أبنائنا نحو الطريق السليم. طيب قبل الخوض في هذا السؤال، نحن الآن نواجه الابتلاءات العولمية السالبة، هذه الابتلاءات العولمية السالبة تؤثر كثير جدا في مسخ الفطرة. أساسنا عطا الله مبين كل ابن آدم يولد على الفطرة، فأبواه إما يهودانه وإما يوجسانه وإما ينصرانه، ويقول لك الإنسان وليد البيئة. فالليلة أي تخيل كده طفل ولده، هل هذا الطفل بيكون عنده حسد في قلبه، غل، شح، عنده روح انتقام؟ أبدا. يقول لك فلان ده قلبه زي الطفل. تيجي بعد ذاك العوامل الخارجية، الأسرة بتأثر فيه. مثلا أنت بتخيل شنو مثلا بين ولد
أمه وأبوه في حالة شجار دائم. أمه ما بيحترم أم أبوه وتحترم أبوه، وأبوه ما بيحترم أمه، في تناحر، في مشادة. هذا الشيء يولد في قلب الطفل شيء من عدم إيمانه بمؤسسة الأسرة، يقول أنا أتزوج عشان يكون في مشاكل بينه وبين أبوي. أو ربما هذا الإبن يستنسخ شخصية أبوه في التعامل مع زوجته، يكون أب مصلي جدا جدا وقاسي، بالتالي حيفصل شنو؟ فطرة شنو؟ أولاده برضو. أو الأم كذلك دائما هي يعني في حالة شكوى، في حالة عدم رضا عن الواقع، ما راضية بواقعها، ما راضية بحياتها، بيشوف إن هي مفروض تكون أحسن من كده لغرور في نفسها، لنوع من الكبر. فبالتالي هي الآن يعني الطفل ينشأ في حتازي دي كده يكتسب هذه الصفات السالبة، يكتسبها، يتغذى بها. نعم نعم. فالآن إحنا كيف نعمل إعادة برمجة لصياغة هذه الفطرة؟ هذا الشيء يحتاج لإخلاص، ويحتاج لجهد، ويحتاج لتدفق عالي جدا جدا من الكلمات الإيجابية اللي هي تعيد الثقة للنفس، اللي هي الطبع يعني يغلب التطبع، نقول لا نحن الآن كيف يعني نفس البيئة السالبة اللي انت عشت فيها نحن ننقلك لبيئة تانية بيجي برا هدم الفطرة. المعلم، كثير من المعلمين الآن في المدرسة الطفل يهدم ويحطم ويلوث ويخدش ويغرم الفطرة. ما كل الناس، أنا بقول معلم لما يبخاتي التعليم رسالة حتى هو ممكن يغرس في فطرة التلاميذ والأطفال أفكار سيئة جدا جدا، بعدين يجدون بإحباطات، بعدين يكون أكبر مرض منتشر في العصر هذا الاكتئاب. الاكتئاب، الاكتئاب سببه شنو؟ الخروج عن الفطرة. إذن يعني أنت الآن ربنا برمجك لحتة معينة، قال لك يا عبدي ده برنامجك في الحياة، وهذا البرنامج يتوافق تماما مع فطرتك. زي مثلا الجهاز حق الكمبيوتر ده، عارفين ده 220 فولت، اذا اديته 110 فولت ما هيعمل تمام، ما هي ربما يضرب، صح؟ نفس الكفاءة. الليلة لما نجي مثلا في اوروبا، الدول اللي خرجت عن الفطرة، السويد والنرويج والدنمارك، دول اسكندنافية، ولاية اسكندنافية كونتريز دي فيها اعلى معدل رفاهية، فيها اعلى معدل بتاع دخل فرد. لو انت عاطل عندك مرتب بدوك له، بعدين هناك ما في حاجه اسمها زواج، انت عندك الجيرل فريند والبوي فريند، بعدين هناك عندك في التلفزيون القنوات قريب ل 8000 قناه، بهيك اعوذ بالله عندهم الاباحيه وعندهم الحريه وعندهم زواج المثليين طيب ليه رغم الرفاهيه دي كلها ليه عندهم اعلى معدل انتحار في العالم؟ ليه عندهم اعلى معدل طلاق في العالم؟ ليه عندهم اعلى معدل اجهاض ابورشنت؟ ليه؟ ليه ده كله؟ لانهم خرجوا عن الفطره. فلما خرجوا عن الفطره حصل حاله حقت خلل في التوازن النفسي حقهم، بقوا عندهم بدل الزواج الجماعي، حسي ذكرته قبل شيء معي زواج جماعي، ها كانوا انتم مستضيفين جماعه صح؟ عندهم انتحار جماعي. تعال يا ابو بكر وتعال يا محمد وتعال يا اخي، الحكايه دي احنا والله استنفذنا كل الشهوات في الدنيا، اي حاجه عملناها كعبه سمحه كلها، فالان عايزين نشوف عالم ما بعد الموت. ليه كله؟ خروج عن الفطره. سؤال الان كيف احنا نعمل استعاده وبرمجه للنفس عشان تعود لفطرتها؟ هذا يحتاج لجهد عجيب جدا جدا، وده ما يكون الا بتجسيد منهج الله سبحانه وتعالى عمليا. نحن الان مشكله عندنا في نوع من المراهقه العلميه، تعرف المراهقه العلميه دي شو؟ بمعنى المراهقه العلميه دي معناها بس عايز معلومات 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 بدون ما يكون في اسقاط اعمال على ارض الواقع، على ارض الواقع. نعم، ولو انهم فعلوا ما يعظون به، ما لو انهم سمعوا او حفظوا، مش كده؟ نعم. ولو انهم فعلوا، نعم، طبقوا، اي طبقوا. نعم، الله يعطيك العافيه دكتور يا اخي. نعم. ان شاء الله نفع الله بك الناس، ونحن نرحب بكل مشاركات ومشاهدات واستفسارات واسئله المشاهدين الكرام من اجل مزيد ان شاء الله من التواصل الحي بيننا وبينكم. نحن نسعد في فقره الجمعه مع دكتور انور لمزيد ان شاء الله من التواصل معكم. دكتور، نبتت نبته خبيثه وسقيت ورعيت بالاموال وبالاعلانات وبشركات العلاقات العامه، نبته الالحاد التي تفشت ووصل مداها لكثير من عن طريق العولمه التي ذكرتها انت. نعم، الابتلاء العولمي الالحاد. نعم. يعني الى اي مدى ساهم تراجع الفطره وعدم اهتمامنا بها وتوجيهها التوجيه السليم الى تفشي ظاهره الالحاد باعتبار نسبه عاليه جدا؟ نعم، سبق كلامنا قلنا الانسان الملحد هو المائل على القصد. مائل شنو؟ عن القصد. وهو لضعف وهن عالي جدا، نسبه مئويه عاليه من الوهن النفسي،
وما قد يواجه الحقائق الغيبية حقيقة إن في موت وحشر وبرزخ وصراط. هو الآن عايز يجد مبرر أو مسوق عشان يهرب من نهج الله، فقام تشبث بهذا المنهج ليس عن قناعة، هذا أكثر الناس ليس عن قناعة، وإنما حتى يجد مبرر لأفعاله التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى. طيب دور الأسرة شو؟ دور الأسرة حقيقة غياب دور الأم والأب في إنه ينشئوا معاني تجليات أسماء الله الحسنى في قلوب أطفالهم منذ الصغر. يعني هسي كده إحنا بنتكلم على الفطرة وكلمة فاطر، ها يقول لك فاطر يعني هو الخالق، هو المبتدئ بالخلق، هو المخترع فاطر. إحنا الآن كيف إحنا أطفالنا في البيت، أولادنا بنات الشباب من صغار، مش كده من صغار نزرع فيهم القيم الإيمانية، لأن المعلومات موجودة. إحنا الآن المعلومات شنو موجودة من صغير، من أول ابتدائي يقول هو الله أحد، الله الصمد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. لكن تمازج هذه المعاني قلبيا مع أبنائنا، تفاعل الأم والأب مع أولادهم عشان يغرسوا القيم حقة الربانية. طيب الله في مشكلة دكتور نور، يعني كيف يغرسوه هذه؟ ده محق ما أي أبو أم بيقدروا يعملوا الحاجة دي وبحفظوه بس عشان ينجح في المدرسة. محتاج للكيفية. لكن عمليا عمليا كيف هم يحاولوا يعني يغرسوا الأشياء ده في أبنائهم، يعني كونوا يتعاملوا مثلا مع بعض، يقدروا عمليا كيف ننزل أرض الواقع؟ ده المحق وده الامتحان اللي بيفشلوا فيه كثير جدا من الأبناء. صدقت والله، يعني إحنا الآن حقيقة مش في المعلومة، هي الحكمة في توصيل المعلومة. عاطفة توصيل المعلومة. الآن كثير من الآباء، كثير من الأمهات، حتى العاطفة حقت إنه أولادهم يغرسوا في هذه القيم عاطفة ضعيفة جدا جدا جدا. أنا قبل كده ذكرت قلت ممكن معاني الفضيلة التغرسوا أنتوا ديل في قناتكم الكريمة قناة طيبة في سنة معي؟ ممكن فيلم هابط أو فيلم إباحي أو غيره يهدمه في لحظة. البناء صعب جدا والهدم سهل. لذلك أنا دعوتي لي كل أم وكل أب، يا أخي أمشي أتدرب على الحكمة. طيب عايز تكون حكيم أنت؟ أمشي للحكمة. ما ربنا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا دي للديمومة، كونوا مع الصادقين. أنت عايز تكون حكيم مع أبنائك، أمشي أقعد مع أطباء، علماء، أقعد مع ناس مربين، ناس فاهمين، ناس واعيين، أستغي منهم الخبرة بعينك. عشان تجي عمليا تطبيق عملي. أنت يا أم لم تنحى تكون يوم اتهامك التلفزيون والزينة والعدة. أنا ما بقول لك ما تحبون، لا لا، دي غريزة، حب الأشياء ده غريزة في عند المرأة. لكن ليه إحنا ما يعني نقتطع وقت عشان نتعلم عمليا ونتمرن عمليا كيف نربي أبنائنا؟ حقيقة أنا وزوجتي هذه تعبانين كل يوم، احنا بنقعد نقرا في مثلا في صفه سالبه في واحد من ابنائنا، او عايزين نزيد سلوك ايجابي في العائله، بنقعد نقرا العالم الفلاني قال شنو والعالم ده والعالم ده، وبناخذ الكلام طوالي بالتواتر. بعد ذاك بنجي كيف احنا نسقط هذه القاعده على ابنائنا وعلى انفسنا. احنا في الزمن ده محتاجين عشان نبعد عن اي الحد، محتاجين انه كل ام واب يكون عندنا الثقافه والعمل، ما الثقافة بس، لأنه الثقافة بس بدون عمل حكون ثقافة، ما حكون ثقافة، مش كده؟ نعم. فنحن الثقافة دي كيف إحنا نترجمها على أرض الواقع؟ الأم الأب خشوا دورات، أقروا مع بعض كيف نربي أبناء، ما تخلوا أنت قال الخروج عن الفطرة معناه شنو؟ معناه بهيمية، معناه شنو؟ بهيمية. ما في آية في القرآن يقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم. العلماء ذكروا في الآية دي قال من الناس نفسه طاووسية مغرور، نفسه طاووسية زي طاووس. قال من الناس من نفسه كلبية، لو وجد جيفة وقع عليها ألف كلب لوقع عليها. من الناس نفسه خنزيرية، لو خير بين الماء الطيب والماء الخبيث اختار الخبيث. قال من الناس نفسه حمارية، كيف مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، لا حمارية. لا إحنا عايزين نكون نفسنا نفس شنو يا جماعة؟ كالخيل، الخيل معقود على نواصيها الخير. عايزين نكون نفسنا كده، ما عايز يكون نفسنا فأرية فاسق مفسق، لا ملاحد ملحد عايز يجيب الناس عليه، في ذول فأري فاسق هو، ما يكفي انه يكون هو فاسد، يكون لازم يكون شنو مفسد، مش كده؟ طالع مثال دي كيف بكري جدا الكلام ده بيصل ان شاء الله للناس ان شاء الله درجه عاليه من التواصل الحين ان شاء ربنا يديك العافيه ويبارك فيك. طيب الابناء يعني كيف نحبب الابناء يعني في الله؟
يعني بدل أن نخوفهم ببعض يعني الحاجات اللي فيها الوعيد وفيها كيف نحبب الأبناء في الله ونغرسك يعني كفطرة. طيب كثير من الآباء والأمهات يجوا أولاد النار الله بيعمل لك كذا الله بيعمل لك كذا، عكس تماما. تعال يا أبنائك قولوا رب سبحانه وتعالى يحب الأطفال الصغار أكثر من الناس شنو الكبار، لأنهم صحيفتكم بيضاء جدا جدا، وقولوا لنا حديث جميل لك لولا عباد الركع وأطفال الرضع وبهائم الرتع لصببتوا على الأرض بلا صبة، بيقول لهم بسببكم أنتم ربنا يحفظ الأرض. بعدين إحنا دائما بنكلم الناس عن الترهيب قبل الترغيب، ليه ما نكلموا عن الجنة؟ ليه نقول في الجنة جمالكم جمال سيدنا يوسف وطولكم طول سيدنا آدم وعمركم عمر سيدنا عيسى وجمالكم جمال سيدنا يوسف وأخلاقكم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه نقول لهم في الجنة نأكل الثمار ونفض البكار ونزرع في الأنهار ونجاور النبي المختار وننظر العزيز الجبار؟ ليه رسالة إيجابية نوصل لهم؟ ليه دائما نضبطوا ربنا بحياتنا؟ أبدا يا أم يا أب أبدا ما تربط للأطفال الصغار ربنا بحاجة نار وعذاب قبر ودودة، لا دي خليها بعيد، خليك اشتغل بالترغيب، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا آخر عاجز نذير. يكون عندنا فقه الأولويات في الدعوة، عشان كده الزول لما يسمع عن الترهيب كثير بيجي غنوط، ولما يسحب أي يسمع عن الترغيب كثير بيكون عنده إرجاع مرجئة. أسي النصارى دي معلوم ما مرجئة سيرة يعمل الذنوب كلها، يقول لي خلاص سيدنا اليسوع حيعمل خطايانا، دي المرجئة قدموا الرجاء، أكبر مرجئة على وجه الأرض هم النصارى. تمام. طيب بكر يمكن نتكلم عن يعني نقطة مهمة، يعني كونه الأبناء نحن نقدر نحبب يعني قلوبهم كده للعبادة والدين، لكن في البعض بعض الأطفال بيقترحوا على أبائهم إنه والله ماشيين نحفظ القرآن، ماشيين نحفظ القرآن في أي خلوة، لكن الأمر ده يعني ممكن نخلي له سنة من الدراسة. قد الأب والأم ما يتفهموا الحتة دي، يعني يشوفوا مرقته من الأساس، مرحلة الأساس يمشي يقعد ينقطع عن الدراسة الأكاديمية عام كامل بسبب حفظه للقرآن الكريم. بعض الأسر يعني موفقة في إنها توفر لهم قدر من الفهم إنه حيزيد من معرفته حيوسع مداركه. الآباء والأمهات محتاجين يتفهموا المسألة دي ويحفظوا القرآن الكريم كقاعدة أساسية لكل العلوم. سؤالك ده بسنانة شخصيا، يعني في يوم من الأيام ولدي ماشي أسجله سنة ثالثة ثانوي، ففي الطريق وأنا ماشي أدفع لي الرسوم، فقمت كنت قدرت راح قلت الان ممتحن. في ناس بيقول لكم ممتحن مش كده؟ ممتحن هي ممتحن مش كده؟ الممتحن ده هو اللي بيمتحن الناس، اما الممتحن هو الذي ممتحن. قلت ممتحن هذا العام، فانت يعني اللي هو قدم لك خيار انك تحفظ القران تتفرغ سنه كامله للقران وانك انت تمتحن يعني رايك شنو؟ فكر في الموضوع ده الان، نقول له شو الرسوم فيه؟ احنا نمشي المدرسه اذا انت لحد مسا، وامشي شاور امك، شاور منو؟ امك، وصلي ركعتين عسى الله سبحانه وتعالى يقلب قلبك الى ما فيه خير لك. فمشيت شغلي، جبت البيت، رجع البيت اتكلم مع امه، تلام محمد يطرح يطرح، فقلنا له انت تحفظ القران ولا تمتحن سنه ثالثه عالي؟ فقال لي ابوي انا ما عارف، احتمال انا السنه الجايه اذا امتحنت اموت ما احفظ القران، فخليني انا احفظ القران سنه كامله اتفرق. فكان دي رساله للام. أول حاجة أمه كان هي أنت بتحل من الصمت كده، لأنه حقيقة إحنا قرار زي ده صعب، أي لأنه قرار صعب. يعني الآن معظم الأمهات يعانوا إلى أن النجاح الأكاديمي أفضل أهم من النجاح الديني. مش كان ديني يعني معلومات، ديني يعني إحنا تكلمنا يوم كلمة الدين معناه امتثال أمر الله في كل وقت على كل حال، فكل ولد يكون ولد طايع. ماذا انت ولدك ده ما يكون وقف لله سبحانه وتعالى، ما روم ينجح بين يوفق بين الدين والدنيا، ما اجمل الدين والدنيا اذا اجتمعا واقبح الكفر والافلاس في الرجل. ليه انت ما تخليه انسان صالح ومواطن صالح؟ انسان صالح على فطرته، ومواطن صالح مهندس مبدع، طبيب مبدع، محامي مبدع، ضابط، ان شاء الله نجار مبدع. النجاح ما ضروري يكون اكاديميا بس، النجاح ممكن يكون ابداع في اي مجال من مجالات الدنيا، والا كان الحياه ما صارت ابدا. نعم. كمان أولادي ما شاء الله أنا معلمهم إنه عندهم مع الشيخ ثلاثة يوم في الأسبوع، عندهم يوم السبت ويوم الخميس ويوم الثلاثة. ديل أنا الحمد لله عشان أديهم قيمة القرآن وعشان أرجعهم إنه المدرسة مهمة لكن القرآن أهم، بشتري لهم أحسن جلاليب جميلة جدا جدا. يا سلام. لما يجوا مارقين أنا بنفسي ممسك أعطرهم، يا سلام، أقول لهم أنتم ماشيين الليلة بأعظم شرف،
لحاجة عظيمة، أريحهم وألبسهم أحسن لبس وأمشي للشيخ. طبعا في ناس يعني معلش الأستاذ الخصوصي حق الرياضيات حق الفيزياء والكيمياء ده بيقولوا صح، لكن الشيخ ده لا حول ولا قوة إلا بالله، هاي دو ويدو بمخالفة النفس مضايق جدا جدا إنه الجلوس دي. لكن ده أستاذ الفيزياء سابقكم، أستاذ الكيمياء سابقكم، أستاذ الرياضيات ليه؟ نسخة الفطرة، استبدلنا الذي هو أدنى بالذي هو خير. أنا ما بقول للناس يا جماعة لا أنتوا أسرقوا العلم، ويا أب ويا أم أولادكم ديل حتبقون درويش لو حفظون قرآن. ناس كتار يقول حيبقى لنا درويش ساكت، لا ما حيبقى درويش، حيبقى عاقل، حيبقى إنسان متزن نفسيا، حيبقى ناجح في دينه وفي دنياه. وبركة هذا الشيء ربنا بينه، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. وأظن كونك تجعل أولادك وقف لله سبحانه وتعالى، كونك تحافظ على فطرتهم النقية النظيفة من التلوثات الخارجية، دي حاجة ذاتها يعني. يا سلام عليك. نعم الله يفتح دكتور نور، ربنا إن شاء الله ينبيته من نبات حسن ويكون نافعين للإسلام والمسلمين. نعم. طيب نواصل في مسألة كيف نحبب الأبناء وحتى بشكل عام يعني من لنا به صلة في عمل الخير، ويكون من منطلق الفطرة السليمة التي يرجى ثوابها وأجرها وحسناتها. نعم. طيب مثلا في الإنفاق، في الإنفاق ده الليلة مثلا أنا لما أشيل صدقة وقول لي ولدي يا ولدي أمشي أديها للمسكين ده، دي رسالة غير مباشرة في التمرين على شنو؟ على الإنفاق. نعم. لما ألقى ولدي إنه والله في رجل ضرير أو كفيف لا يرى، أقول له شيل عمك ده قطعوا الزلط أو وصلوا لحيط العيزة، بالتالي دي رسالة غير مباشرة أو مباشرة لولدي إن يا ولدي إنك الله في عون العبد ما دام العون العبد في عون أخيه. لو مثلا إحنا نورك مع بعض سواء كان بفرعينا أو بالعربية، بس يعني إننا حاجة جميلة خلاص الحمد لله، لما نورك بالعربية مع بعض إحنا ما شاء الله أنا وزوجتي عندنا 5 أولاد وبنتين، نركب في العربية بنقعد إذا مرقين بالصباح نقول أذكار الصباح مع بعض كلها، يا سلام. إذا مرقين نقول أذكار المساء، جينا بقريب البغابر أولادي ذات تلقائيا بالتريننج السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. نعم يا سلام عليك. ووفق دكتور نور إنه يا أخي يقدر بعد ذاك عمليا كذا المسألة. نعم. محتاجين لها نحن عمليا محتاجين. نعم. إنه كيف نحن نسقط كل الأشياء اللي عرفناها. نعم. وكل الأشياء اللي قريناها. نعم. حتى علمنا الشرع ذات. نعم. وعمليا وحتى أشار إلى مبدأ ومسألته ما هي التطبيق العملي وإسقاطه وإنزاله على أرض الواقع، وهذه هي الثمار التي تجنى من خلال معرفتنا العميقة بدين الإسلامي والاستفادة منه. يعني ما في فائدة أحمد، إن النتائج تأتي مع التطبيق، إذا ما في تطبيق عملي تطبيق ولا تطبيق يا أحمد تطبيق ما في فائدة. دكتور العملي ده هو دائما يعني محك لكثير من الناس، انت يعني اذا درست مثلا واحدة من الكليات التطبيقية محتاج انت تمارس، محتاج انت المهارة من شخص لآخر بتختلف يعني. في زبكم بكون بارح في انه اي قادر ينزل الاشياء اللي درسها على ارض الواقع، في قاعدة حافظينها اولادي بكل لون يسمى العلم يهتف للعمل فإن أجبته وإلا ارتحل. ولدي الصغير عمره 10 سنين حافظة، ما أرسل حافظة قاعدة كاتبين في دفتر الأهداف حقهم. أي واحد عنده دفتر أهداف العلم دفتر أهداف. العلم يهتف للعمل، دي ما نقول للإمام ابن أبي طالب. العلم يهتف للعمل فإن أجبته وإلا شو ارتحل. وزي ما قلت أنت أسأل، أنا لو طبيب قريت 6 سنين في كلية الطب لكن لا خشيت مشرحة معي، وما خشيت شغل براكتيكال عملي، وما خشيت بقيت مساعد جراح، وما عملت الامتياز في مستشفى، هل انا بكون مؤهل ان انا ده اكون طبيب ناجح؟ لو انا حفظت كتب الطب دي كلها من الالف فروم اي تو زد، يقول لك من الالف حتى الياء حفظتها كلها، وبعدين بعد ما حفظتها جسم معاليه عند جماعه وقال لي خلاص انت حفظت كتب الطب كلها، كتب الاناتومي وكتب البايوكيمستري وكتب الفيزيولوجي كل الدنيا، بعدين جيت وقال لي انت حافظه والله عندنا جراحه قد زايده دوديه هنا يلا شيل قريت في كده طبقه حاقدر ما بتقدر طبعا. كذلك الدين، قال لي لا تحدثني عن الدين كثيرا ودعني ارى ذلك في سلوكك واخلاقك. ما تكلم عن الدين وبعدين كثير تقعد تتكلم لي عن الله، قال انا عايز اشوف ده عملي. واحد خوالي قال لي شنو، قال لي وي نيد براكتيكال اسلام، عجيب وي نيد براكتيكال، عايزين اسلام عملي. يعني دي شيء نظري معي. عشان كده القاعدة في الجيش يقول لك البيان بالعمل. أيوة بيان بالعمل ده كلام الجيش. الأخوي قال إنه مثلا في طبعا هم ناس ماتيرياليست مادين، يقول لك money talks sometimes works، يقول لك time is money. يعني أنا واحد قال لي في الصين، هناك في الصين قال لي لما تلاقي واحد صيني قال لي سلم عليه يعني نيهاو حقهم لي نيهاو
قال لي ما عنده ولا سنتي جاي من وين ومن هنا. يقول لك في شغل هطه ما في وقت الناس عاملين ده بعد نهاو طوالي بعد نهاو ما في انت جيسك شنو ساكن وين والله عندنا هل هناك او ده وده لا 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 ناس جادين وانت من وين جادين جدا جدا بعد التحيه طوالي احنا محتاجين نكون عاملين في ديننا وماله يعني يكون في نوع من المرح لكن ما سؤال الماجادي طوالي يا يحيى خذ الكتابه بقوه قد افلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون والذين عن اللغو معرضون فالاولاد في البيت انت محتاج انك انت ده دائما كمان اذا في قاعده معينه عايز تضغطها محتاج انك تكررها كم مره نعم وامر اهلك بالصلاه واصطبر نعم الاصطبار ده اعلى من الصبر يا سلام يا ولدي صلوا يا ولدي تعال نعمل كده اتفقنا نعمل كده وما تزهق ما حدا يقعد يقول لهم انتوا بتسمعوا الكلام انتوا راسكم الحجر انتوا دي رسائل سلبيه جدا جدا ممكن ده تهدم الفطره حقتهم من جديد قول لهم انا عارفكم انتوا ما شاء الله نسيتوا اجد لهم مبرر ذكر في الامام مالك قال شنو؟ قال ان وجدت اخاك على معصيه فابحث له عن 99 عذرا اخوك اذا لقيته على معصيه فتقول كمان طفلك الصغير من يقصر في اعمال سلوك خاطئ واحنا المكلفين الكبار مرات عندنا تخريمات وذنوب كثيره جدا جدا اي احنا الطفل الصغير عايزين اي حاجه نعامله بالكي طوالي كوراك ونبذ وشتيمه بالتالي بنهدم فطرتهم من لويسه من خريمه نعم الله يديك العافيه دائما منا تقبل على عباده او طاعه برغبتك يعني مثلا النتائج بتكون جيده نعم. يعني في دقيقه كيف نحول رغبات الشباب الى عباده المولى عز وجل والى المداومه في المساجد من غير انه نجبرهم على انهم يعملوا الحاجه دي شحذ همم الشباب لما تعاين صوت الكهف نقرا كل جمعه انهم فتيه امنوا ربهم وزدناهم هدى تقرا بجد سمعنا فتى يذكرهم يقول له ابراهيم تجي رساله حديث قدسي جميل انا عايز اي شاب يعرفه عشان تعرف قيمتك يا شاب ايها الشاب الطايع ربنا يقول كده ايها الشاب الطايع انت عندي كبعض ملائكتي خير خدت ملائكه في كفه ويجيبوا شاب طايع شايب يحب ربنا او شاب نشا في عباد الله هذا الشاب كفته ترجح لذلك نداء الى الشباب شوف يا شباب احنا والله من غيركم ما بنبقى ابدا احنا محتاجين لكم ما تكونوا مثلا انتوا ديل يعني تفقدوا الثقه في نفسكم انتوا لولاكم احنا نصرين الشباب شوف اعترافنا تلم نصرين الشباب وخذلين الشيوخ الشباب مش كده نعم. بعدك اذا المرء لم تدركه المروءه ناشئه فمطلبها كهلا عليه عسير نعم. فنحن محتاجين نشحث همم الشباب بدل ما ننبذهم ونشتمهم لا احنا نقول لهم احنا محتاجين لكم نعم. ونقبلهم كما هم عسى الله سبحانه وتعالى نعم. ينقلهم من هدايه الى هدايه نعم الله يديك العافيه دكتور والله حلقه جميله يعني جد يعني حلقه جميله جدا محتاجين برضه جميل ما شاء الله الاسبوع الجاي نكمل كمان في محور مهم أبشر استغلال مشاعر الحب واحدة من استغلال مشاعر الحب نعم باعتبارنا هي بالفطرة يعني أنا بقول لهم هنا ما عنده محبة ما عنده الحبة يا سلام ده جارنا بقول لك ما عنده محبة ما عنده الحبة الله يديك العافية حنتكلم عنها كمان برضه الأسبوع الجاي الضوابط الشرعية فيها كمان الله يكرمكم إن شاء الله شكرا لك دكتور سعدنا بكم مشاهدينا الأعزاء بهذه الرفقة المباركة الميمونة إن شاء الله وغدا يتجدد اللقاء بيننا وبينكم في عدد من الفقرات والموضوعات المروحة شكرا جزيلا تمام شكرا حمد شكرا